أخ انظلم عزيز ومحترم. نعم انظلم من يعني شو أقول لك، والله من أقبل بالظلم من ظلمه. أنا لو أعرف من ظلمه ما أقول لك لا. أشرنا على بعض اللاعبين كانوا سبب في ظلم كابتن إياد بنيان. هم اليوم ليس في اللي هو اللي وصفها بالمؤامرة. هو وصفها بالمؤامرة تماما، وللأسف كابتن شخصية محترمة هادئة. طيب وين العقوبة إذا أنتم شخصتوا فعلا أكو مؤامرة؟ عاقبنا بقطع نسبة كبيرة من مستحقاتهم للعام الماضي، للعام الكروي. كافية هاي العقوبة بحجم مؤامرة بحجم نادي الشرطة وإخراجهم من نادي الشرطة والإخراج من نادي الشرطة؟ يعني شو تسوي لهم؟ منو اللي ما عندك منو اللي من المتآمرين خرج من نادي الشرطة؟ ما عندك سلطة حتى أنه مثلا ندبهم بالحبس أو غيره، مو هيك. منو؟ اعطيني أسماء اللي تآمروا وخرجتهم. ما خرج واحد، فقط ثلاثة هسه ذكرناهم، وذولا ما لهم علاقة بالمؤامرة دكتور وهاب. لا لعد منو اللي له علاقة بالمؤامرة؟ يعني أعود لك الأسماء اللي خرجت من نادي الشرطة. علي لطيف، نبيل صباح. أنا لا أتهمهم بالمؤامرة، بس لكن حسب ما يقال، طبعا رئيس اللجنة أعلن الأسماء أعتقد في وقت سابق. لا ما طلعت أسماء دكتور عدي جوي، ما ذكر أسماء، قال هناك تواطؤ مو مؤامرة. تواطؤ ليس بمستوى تقصير متعمد. أها متعمد، نسميها الشكل متعمد، تقصير متفق عليه، أنا لا أجامل أبدا. حلو. وهؤلاء المقصرين تم معاقبتهم ماليا وعدم سماح لهم بالتجديد بالنادي. بعد ليش ما رجع الحاج اياد بنيان؟ بالمره الاولى لما طلع يعني ضغطنا على الكابتن بشكل كبير، وانا قمت حقيقه بتدخل واضح جدا، حتى السيد الوزير تدخل وعاد. بالمره الثانيه بعد خلص قال بعد ما ارجع.